اخوان كما كتشاهدوا معنا، هذه هي البليصه اللي كيدفنوا فيها الناس في مرزوقه. بالنسبه لديك البليصه فيها العيالات، وهذه البليصه فيها الرجال. هانتوما كتشوفوا الاجواء كي كتكون، وحنا ان شاء الله نمشيو ندفنوا دابا ونوريكم عمليه الدفن كي كتتم. هانتوما شوفوا الاجواء في مرزوقه، تبارك الله، الناس كامله كتمشي تدفن في الرمله. هانتوما الخوت، الناس اللي عاد جايين يدفنوا، والناس اللي دفنوا سالاو في الرمله. بالنسبه لهاد الكشه هادي كيديروها حتى كيكونوا مدفونين في الارض، كيكونوا سخان وعرقانين، كيخرجوا من الرمله، ما خصهمش يضربهم البرد. حتى لا طرشك البرد انت يلاه خارج عرقان من الرمله بحال ما درتي والو. هادشي علاش كيتلووا في هاد الكويشات. وانتوما حتى حنا نيت راه غادي بالكشه، شوفوا معنا الطريقه كيفاش كتمر عمليه الدفن، ويلاه معنا. تحيه لكم. الجمال اللي بغا يمشي للجبال، ها هما حتى الجمال هنا، المعدات ديالهم ها هما كما كتشاهدوا معنا الخوت، ها المعدات بالنسبه اللي بغا يمشي للصحراء، بغا يمشي للجبال ديال الرمله، يضرب شي دوره يتسارى، ها هما الجمال. هانتوما الإخوان،